من ايام قليله كنت كمان اتكلمت مع حضراتكم عن مفهومي الدوله وشبه الدوله، او هنروح لمساله او مرحله ابعد شويه، المرحله التاليه، الدوله واللا دوله. يعني احنا هنمر على شبه الدوله ثم اللا دوله. الحاله اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي حذرنا منها وقال ان مصر بتعيشها من اكتر من 50 سنه، يعني احنا تقريبا بنتكلم من نكسه 67، قلت لكم ان ما بين هذه الدوله وتلك اللا دولة فارق بسيط جدا في عدد الحروف، كبير جدا في المفهوم. الفارق ده يا سادة يا أفاضل هو القانون. هتقولي دي مصر أول دولة في الشرق عرفت القانون، هقولك أيوان صحيح عندك حق، لكن السؤال الأهم برضو هو بيتطبق على مين؟ لو كان عندنا قانون بيتطبق والناس تلجأ إليه للقصاص، والناس عارفة ومتأكدة ولديها قناعة داخلية إن اللي ليه حق هيجيله حقه بدون مناورة ولا مراوغة وهيقدر ياخد حقهم، ما كناش وصلنا للصورة اللي احنا وصلنا لها لما حصل الاعتداء من أمناء شرطة على أطباء في مستشفى المطرية، وقبلها اعتداء وكيل النيابة على المحامي بتاع طنطا، وصولا بقى للحادث الأسوأ اللي حصل يوم الخميس اللي فات لما مواطن، أنا ماليش دعوة هو سواق توك توك ولا هو عامل ولا هو بيشتغل ايه، دي مش مشكلتي، والقانون ما يعرفش مين بيعمل ايه، كلنا تحت مظلة القانون سواء. رمز العدالة امرأة على مغطي عينيها، يعني ما بتشوفش، معصوبة العينين، يعني ما تعرفش، ما تميزش ما بين الوزير والغفير، الكبير والصغير، كلنا تحت القانون وتحت مظلة القانون سواء. مواطن ايا مكان كان بيشتغل ايه لقي مصرعه برصاص امين شرطه، وطبعا الدنيا وقتها قامت ما قعدتش لغايه ما الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى امس وزير الداخليه وناقش معاه تجاوزات افراد الداخليه من امناء او ضباط، وقال الرئيس ان السلطات اللي في ايد افراد الداخليه الهدف منها هو الحفاظ على امن المواطن المصري، وان لابد من محاسبه المتجاوزين. طلب الرئيس من السيد وزير الداخلية إعداد قوانين لمحاسبة المتجاوز أيا ما كان هو مين، ورفع هذه القوانين لمجلس النواب لإقرارها. هايل، خطوة انتظرناها من سنين، لكن هو احنا ما عندناش قوانين لحد دلوقتي تحدد ما للمسؤول التنفيذي في الدولة وما عليه؟ يعني احنا امال عايشين بإيه دلوقتي؟ يعني ما عندناش قوانين تتعامل مع التجاوزات من قبل أفراد الأجهزة الأمنية أيا ما كانت هي مين؟ طبعا فيه، ده احنا في مصر ما فيش عندنا اكتر من القوانين، ده احنا ممكن نصدرها بلاد بره، لكن المشكله عندنا مش في عدد القوانين، المشكله عندنا في تفعيل القوانين. قلت لكم القانون ما بيميزش حد من حد، المشكله هي تطبيق القانون، تطبيقه بمعنى انفاذ القانون وليس تطبيقه ووضعه على تطبيقه ووضعه على الرف، زي ما هو حاصل في بلدنا من اكتر من 50 سنه. لو عملنا 1000 قانون لمعاقبة المتجاوز دون أن تكون هناك نية حقيقية وخطوات فعلية وعملية لإنفاذ القانون على التخين في البلد دي وإعلاء دولة القانون والتحول من الحالة القبلية إلى حالة الدولة، لو ده مش موجود اعمل 1000 قانون ولا حاجة هتتغير، وهنفضل زي ما احنا في نظام قبلي، والمجتمع فيه عبارة عن قبائل، كل قبيلة بقى وقدرتها وحجمها وإمكانياتها في الدفاع عن حقوق أبنائها، في قلنا قبيلة قريش السادة والأشراف، وفي قبيلة خزاعة بتاعت الناس الغلابة، وبراحتكم بقى. لو تم تطبيق القانون على الجميع لن تكون هناك هذه الممارسات المؤسفة من أمناء الشرطة اللي بتثير حالة من الاستياء من جهاز وطني نشهد له جميعا بأن ليه دور كبير جدا في فرض الأمن في مصر والحرب على الإرهاب. عشان إحقاقا للحق ما ينفعش إنه الأمنا بيغلطوا أقول الداخلية، التعميم عمره ما كان عدل طالما بنتكلم عن العدل. لو كان طبق القانون من أول يوم لأول تجاوز حدث من أول فرد أفراد قبيلة أمناء الشرطة أو قبيلة حاتم اللي قام بدوره طبعا الراحل المبدع، يعني تحية لروحه المبدع خالد صالح في هي فوضى، لو كان أي حاتم من دول طبق عليه القانون ما كانتش الممارسات الخاطئة المتجاوزة المسفة المستفزة تكررت.
يعني لو امناء الشرطه الاثنين اللي اعتدوا على الاطباء تم تقديمهم للعداله من اول يوم ما كانش التجاوزات دي اتكررت.